مرحبا، يسعد اوقاتكم مشاهدينا الاعزاء. اليوم رح نستضيف الدكتور اكرم سعاده اللي عاده بنستضيفه كاخصائي طب اطفال وخدج، لكن اليوم رح نطرح عليه مجموعه من الاسئله اللي لا لها علاقه لا بالطب ولا بالاطفال. لهيك تابعونا لحتى تشوفوا كيف رح يجاوب على هاي الاسئله. خليكم معنا. طالع صوتي تمام؟ شو اللي شو عبالكم؟ ما فيش شيء. شو احكي نغم على الجر اللي صار؟ بتعرف انه مزبوط في وقعت عليه القهوه، مسحتها في شو اسمه، مسحتها في الحرم المعطره. الله اكبر. الله صحيح مسحتها في المحرم. والله العظيم انا مجربتها، طلع على الهواء قبل هيك انه يتوسخ قبل الهواء بدقيقه، ما يبين. لا هو مبينه خلص، هي بحطها. ما بيبين. لا مش مبينه. خلص خلص بشكل عام. بس ما تقلبوا كمان انتم كثير. يسعد اوقاتكم مشاهدينا الاعزاء بشاشة فضائية نجاح، واهلا وسهلا فيكم في هذا اللقاء الخاص الذي يجمعنا اليوم مع الدكتور اكرم. اهلا وسهلا فيك. اهلا بك، شرفتونا. الله يسلمك. أهلا، اهلا وسهلا يعني فيكم. بداية دكتور، ما رايك في صفقة القرن؟ صفقة القرن هو اجمالا احنا هلا صفقة القرن جزء كبير منها على ارض الواقع. نعم. موجود. يعني بما انه عمالنا صرنا نحكي سياسة، هلا هو جزء كبير موجود. هلا احنا مقاومتنا إلها انه نوافق عليها او ما نوافق عليها، حتى لو ارغمنا. يعني انا لما اطلع من بيتي موافق عليه غير ما اطلع منه مرغم، في يوم من الايام بسترده. باعتقادك القضية الفلسطينية هل أكلت عدة شواكيش على الرأس لحتى وصلنا لهذا الوضع المزري جدا؟ إحنا مع الأسف الشديد إنه الشواكيش أحيانا بتصحصحنا، بس إحنا شواكيشنا يعني ما مش عم بتصحصحنا، بدنا ندبع الرأس عشان نصحى. إحنا فعليا كثير أمور مش عمالنا بنستوعب منها، ما بتخليهم يوقعوا لا في الأخطاء ولا إنهم يعتدى عليهم أو إنهم حتى يعتدوا على الناس. صحيح، بس القضية الفلسطينية إذن ماكلة شواكيش أكيد يعني. يعني أكيد أكلت ضربات لحتى وصلنا إنه دول كبيرة تتحكم فينا وبمصيرنا وبقضيتنا. على سبيل المثال أمريكا، يعني إحنا نتحدث بهذا السياق دكتور أكرم، هل بتعتقد إنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبقري أم مجنون؟ هو طبعا عبقري. هلا دونالد ترامب احنا بنصف المجنون، احنا بنضحك عليه وهو زي يعني بياكل فينا، عماله بالهبل سايق الهبل، وعماله بيتخذ قرارات مصيريه ضد الشعوب، عمالها بتبهدلهم. صحيح. فهي صارت احنا فكرتنا مقاومتنا. يعني هي اصلا صفقه القرن حديث الساعه، واحنا رح نكمل بعده اسئله ونقاط للنقاش والمحاوره معك دكتور اكرم، لكن بعد الانتقال لهذا الفاصل القصير ونعود اليكم مشاهدينا الاعزاء، ابقوا معنا. نزلنا على الدكتور، خل بشوف سياسي هي. لا لا تمام. انتوا ليه سياسي الموضوع صرتوا؟ اول مره بحكي في السياسه انا. بس ما شاء الله ابدعت. هو البرنامج شو؟ عن الاطفال. لا ورجل. عن الاطفال ايش؟ زي الكاميرا الخفيه. قد ايه وقت الفاصل؟ قد ايه؟ زي الكاميرا الخفيه صار فينا. اوه عفوا 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 عفوا. شو خربطتي؟ معطيني الورق الغلط شكله عشان لما نزلنا بسرعه. والله بدك. طب كيف لحظه انه اكرم سعيد مختص في شان المقاطعه البضائع الاسرائيليه؟ انا بقول انا بفكر الكاميرا الخفيه والله. بس انه منيح يعني تخيل. بس اسمعي، اقلبي اقلبي على الطقس هلا. والله اقلبي على الطقس وكيف نحمي اولادنا من الطقس وإشي. طب انه ممكن لانه نحكي على سلوكيات الاطفال، انه كيف انه يعني انه السياسه كيف تدخل، انه كيف نربي جوات ومبادئ وقيم، انه هيك هيك. هلا هلا انا بلف. يا الله نحلي معك دكتور، مش حدا غريب. هذا انا بلفها، انا بلف لك اياها بس انت. لا يا رب، الله يسامحك خلف. يلا يلا توترت. لا 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 خلص تمام مع الدكتور اكرم. يعني اسمع انت هسه بنلفها سياسي على الاطفال. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد، ونكمل حوارنا مع الدكتور اكرم سعاده، وكنا بحديث يعني مطول عن السياسه، ولا شك انها هي بتاثر على كل مناحي حياتنا، خاصه الاطفال لما احنا بنربيهم من صغر بالمدارس بالبيت بالشارع، لما احنا بنزرع جواتهم قيم وسلوكيات ومبادئ معينه، شيء طبيعي انهم يتاثروا فيها على كبر، سواء من ناحيه اقتصاديه او سياسيه او اجتماعيه. تمام. هلا احنا بدايه يعني احنا لما بنربي اولادنا بنربيهم من عمر يوم لعمر يصير بالغ، يصير
يصير هو قادر انه يتحكم في حاله. مشان هيك احنا كشعب فلسطيني معروف انه السياسي في حياتنا، يعني هلا احنا بنحكي في سياستنا وسياسه غيرنا، وبنلاحظ على الفيسبوك وعلى غيره انه احنا بنتدخل في كل شيء. وكمان ممكن نستغل هلا فتره موسم قطف الزيتون لحتى نزرع جوات اولادنا الانتماء للارض والحفاظ عليها. هون بنكون حققنا هدفين، هو تربوي انه احنا نشكهم يتعاونوا بقطف الزيتون، وايضا من جانب سياسي انه توثيق ارتباطهم بالارض الفلسطينيه. تمام، هلا هذا شيء عظيم جدا. احنا بندعو كل الناس يعني اللي عندهم زيتون انهم حتى اللي ما بلقطوا او ما عندهم وقت ياخذوا اولادهم، حتى اللي بكون في وقت فراغ مثلا يوم جمعه او بعد العصر او هلم جره، وحتى الناس اللي ما عندهم، يعني كل واحد بيعرف ناس ممكن هذا بيعمل انتماء للارض، حتى ياخذ الولد لو لقط زيتونتين، لو يفطر، لو ياكل يشرب، يعني هذا الانتماء الى الارض يعني اكيد راح يكون شيء عظيم جدا. اكيد احنا في نهايه لقائنا لليوم نتشكرك يعني على استضافتك لنا. اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. كل التحيه لك. الله يسلمك. من نجح لاخر. الله يسلمك. شكرا. معطيك الورقه عن جد مش عارف. انا فكرت ورا الكاميرا الخفيه اول. انت فاهم بس ماشي يعني ماشي. ما انت عارفني يعني مش اول مره بعمل لقاء معك، بس انه الاسئله محطوطه وانا بقول انه شو اللي صاير وبتطلع هيك. توقعت هلا لا صغير يعني توقعت انه تكون كاميرا خفيه، بس قلت مش بتساويهاش فينا يعني مش معقول. هو توقعت انه بدك تقلبي على الطب يعني بعدين بس ضل الموضوع مستمر.